السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فورد جراند ماركيز موديل 2009 راح ينزل على موقعنا www.صفقة.sa. الرجاء في حال لم يتم الرد عليك في الاتصال التواصل عن طريق الواتساب. الممشى يا اخوان 86,000 كيلو، موتر سعودي، عليه لوحات سعودية، مجدد مفحوص في بعض الملاحظات على الموتر، موتر صبغ الوكالة بالكامل عدا التندة والكبوت، في بعض الملاحظات يا اخوان واضحة امامكم، ايضا كذلك الملاحظة هذه واضحة امامكم، التبهيت اللي على الازياق، ولكن موتر جميل ويعتبر من اجمل الالوان الداخلية والخارجية ايضا كذلك. هذه خلفية الموتر، في بعض الملاحظات على الشنطة، نوريكم الان شنطة السيارة. الفرشات هاي تبع الوكالة يا اخوان، السبير موجود ايضا كذلك تبع الوكالة، جميع اغراض السيارة موجودة عندكم، الملاحظات الواضحة امامكم في الشنطة. هنا السيارة من الجهة الاخرى، موتر جميل، وطبعا عشاق الفورد يعرفون الموتر هذا بالكامل، ما شاء الله تبارك الله. ماكينة السيارة ماكينة 8 سلندر، راح نوريكم ادق التفاصيل. شوف ما شاء الله تبارك الله، هاي تبع الوكالة يا اخوان، ايضا كذلك في الجهة الاخرى. نوريكم داخلية السيارة، ملاحظة يا اخوان داخلية السيارة جلد، عندكم التحكم بالمراتب، كهرب شغال، التحكم في الطارة ايضا كذلك. هذه ارضية السيارة، اي سؤال اي استفسار حياكم. طبعا يا اخوان انتم شايفين سبير الوكالة، شايفين الكتالوج 2010، السيارة 2009 الدفعة الاخيرة يا اخوان. اوريكم الصف الثاني، ما شاء الله تبارك الله، هذه المراتب الخلفية، عندكم المكيف الخلفي، نسوق لكم السيارة الآن. طبعا يا اخوان كما ذكرنا لكم فورد جراند ماركيز 2009، الممشى 86,000 كيلو، راح ينزل على موقعنا www.صفقة.sa. في حاب انك تبغى تجي او تشوف السيارة بعد دفع التأمين، تقدر تجي وتشوف السيارة وتعاين ايضا كذلك. مسموح لك تجي تشوف السيارة خلال المزاد الاربع ايام، وفي حال لم يتم شراء السيارة يتم استرجاع عربونك او التأمين. وملاحظة يا اخوان مهمة، التأمين يتحول على حساب شركة مزاد صفقة، يعني ما راح تحول على حساب شخص او فرد. واي سؤال اي استفسار حياكم. فيكم الان الفورد الماركيز موديل 2009 من الاسفل، شوفوا ما شاء الله تبارك الله لامة الفورد يا اخوان في الصدام، ايضا كذلك بدها حكات بسيطة على الصدام الامامي. عدا ذلك الموتر نقرب لكم اكثر، موتر سليم، وهذا الموتر من الأسفل ما شاء الله تبارك الله. الممشى 86,000 كيلو، موتر سعودي، مالك واحد من الوكالة ما شاء الله تبارك الله. هذا الموتر من الأسفل، ويحق للمزود المهتم أيضا كذلك الاطلاع على السيارة بعد دفع التأمين، تقدر تيجي وتشوف وتفحص السيارة ما شاء الله تبارك الله. هذا الجزء الخلفي للسيارة، وأي سؤال أي استفسار حياكم. عندكم الملاحظة البسيطة هذه،